بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من ينظر إليك كيف أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. حسن كرسبين كافي. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. حسن. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. حسن. ولكل أمة رسول صالح. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. كافي. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. حسن. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. حسن كرسبين. كافي. لكل أمة أجل. كافي. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم بكفي الآن وقد كنتم به تستعجلون. كفي. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق تم وما أنتم بمعجزين. تم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. تم. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب صارم وقضي بينهم بالقسط. تم. وهم لا يظلمون. تم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. حسن. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. تم. وهو حي وهو يحيي ويميت وإليه ترجعون. تم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. تم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حسن. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. حسن. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. حسن. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. حسن. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. تعم. ولا تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعصب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. كافي. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. صلي. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. شركاء. كافي. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون. والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. كافي. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. حسن. هو الغني. حسن. له ما في السماوات وما في الأرض. كافي. إن عندكم من سلطان بهذا. حسن. أتقولون على الله ما لا تعلمون.
قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون كفي متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح حسن إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت صلي فأجمعوا أمركم وشركاءكم معكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون صلي فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين كافي فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف صلي وغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين صلي ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل حسن كذلك نطبع على قلوب المعتدين كافي ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين كافي وملئه بارتنا نعم وملئه نعم كلمة وملئه أنو كدو بنوك تفضي تلوي ente anu i ieu mah wa mala ihi pode kalima-kalima teu kaliwat nih setiap lapan wa mala ihi wa mala lah mana wa mala ihi ponok wa mala ihi ditulisna ibacana wa mala ihi ina ponoknya kadeta wa mala ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin kapi jiga ula nih ula ulu uli gitu nih setiap kalimat anu eta ula ulu uli ikin aya wa mala ihi wa mala pode lah hah wa malaihim eta wa malaihi wa malaihim wa mala edite hodei bukan diwe diciriannya kumana din wa malaihi ina ponok kadia wa malaihi ditulisna wa malaihi dibacana wa malaihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin kafi falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu inna hadha lasihrun mubin kafi qala musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum hasan asihrun hadha tam wa la yuflihu as-sahirun hasan qalu ajitana litalfitana amma wajadna 'alaihi aba'ana wa takuna lakumal kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin tam wa qala fir'aun utuni bikulli sahirin 'alim kafi falamma ja'a as-saharatu qala lahum musa alqu ma antum mulqun kafi falamma alqaw qala musa ma ji'tum bis-sihr tam innallaha sayubtiluh hasan innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin kafi wa yuhiqqul haqq wa yuhiqqullahu al-haqq bi kalimati walau karihal mujrimun tam falamma amana li musa illa dhurriyyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim ta'aya wa mala'ihim ayyaftinahum hasan asa tiru kalimah ada dua kalimah tahu setiap wa mala'ihi wa mala'ihim dua tahu wa malaihim ditulis tadi bacana wa malaihim ayyaftinahum hasan wa inna fir'auna al-'alim fil ardi wa innahu laminal musrifin tam wa qala musa liqaya qaumi in kunta amantum billahi falayatawakkalu in kuntum muslimin kafi faqalu 'alallahi tawakkalna hasan rabbana la taj'alna fitnatan lil 'alamin wa mala'ahu
زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ كَافِ رَبَّنَا طَمِسْ عَلَى واشهد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم حسن يتوى وملائه وملأه تلوي قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما كافي أجيبت السلام idgomkan qala qad ujibat da'watukuma fastaqima kafi langsung karena dalnya uji ula ujibat ujibat da'watukuma wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun tam wajawazna bi bani israila al bahra fatbahum fir'aun wa junuduhu baqiyam wa adwa salih hatta idza adrakahu al ghuraqu qala Hasan innahu la ilaha illalladhi amanat bihi banu israil sholih wa ana minal muslimin hasan al-ana wa qad asayta qabl wa kunta minal mufsidin kafi fal yawma najika bi badanika litakuna liman khalfaka ya kafi wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun tam Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa sidqin wa rasaqnahum minat thayyibat kafi famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm kafi inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun hasan garis bidik tam fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladzina yaqra'una alkitaba min qablik Hasan garis miring hitam laqad ja'al haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin kafi laqad ja'a biasa iharkeun idgham taqriban wala takunanna minal ladzina kadzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin tam innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbina la yu'minuna walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim kapi garis miring tam la yu'minun diwaso azabal alim kapi garis miring tam qala laula falaula qaryatun amanat fanafaha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal hizyi anhum adzabal hizyi fil hayati dunya wa mata'nahum ila hin tam walau syaa rabbuka la amana ma fil ardi kulluhum jami'a hasali garis bidik kafi Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin tam Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idhnillah hasan garis miring kafi Wa yaj'alur jisa ala alladhina la ya'qilun tam Qul inzuru madha fis samawati wal ard hasan garis miring kafi Wa ma tughnil ayatu wa nuzuru an qawmin la yu'minun kafi فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ كَافِي قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ كَافِي ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا حَسَنْ قِسُرٍ كَافِي كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ تَمْ كَذَلِكَ Dina Quran teh ayat 8 kadzalika anu sae diange wakop aya anu sae diange wa di anteu diwakopkeun diwasolkeun teh ieu mah kadzalika sae wakop summa nunajjir rusulana walladzina amanu kadzalik berarti di dinya wahatan awana wakop nahasan geus sedih kapi haqqan alaina nunjil mu'minin tam Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillahi walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum salih wa umirtu an akuna minal mu'minin kafi wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan ja'iz
wala takunanna minal musyrikin hasan garis berikapi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk salih fa in fa'ata fa innaka idzam minal zalimin kafi wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu kafi wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlihi kafi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim tam ya kul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum salih faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi hasan waman dhalla fa innama yadhillu 'alayha hasan wama ana 'alaykum biwakil hasan wattabi' ma yuha ilayka wasbir hatta yahkuma Allah salih wa huwa khairul hakimin tam Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabirin alla ta'budu illallah salih innani lakum minhu nadhirun wa bashirun wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah salih wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaykum 'adhab yawmin kabir kabi ila Allahi marji'ukum wa huwa 'ala kulli shay'in qadir hasan garis berikutnya ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min hasan garis berikutnya ala hayna yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna ma yu'linun kabi innahu 'alimun bi dhati sudur tam وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا حَسَنٌ كُلُّ حَسَنٍ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ حَسَنٌ كَرِسْ بِنِكْتَمْ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا كَافِي ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين كافي لئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه حسن بن سبيل كافي ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون كافي لئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور كافي ونحن يعني ليئوس كفور كافي وإن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني كافي إنه لفرح فخور كافي إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات حسن أولئك لهم مغفرة وأجر كبير كافي garis miring tam فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليك أنزل وجاء معه ملك صالح إنما أنت نذير كافي والله على كل شيء وكيل حسن كرس بن كافي أم يقولون افتراه جائز قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين كافي فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو صلي فهل أنتم مسلمون تم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم وأعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون تم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار صلي وحبط ما صنعوا فيها حسن وباطل ما كانوا يعملون تم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة حسن أولئك يؤمنون بحتم
ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده كافي فلا تك في مرية منه كافي إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا كافي أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم كافي ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون كافي أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء صالح يضاعف لهم العذاب صالح ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون كافي أولئك الذين خسروا أنفسهم فهم وضل عنهم ما كانوا يفترون كافي لا كذب عنك إلا الذين هم راذلون بادي الرأي صلي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين حسن قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم وأنلزمكموها وأنتم لا كارهون حسن سبل هذه الآية ويا قوم لا أسألكم عليه مالا حسن إن أجري إلا على الله حسن وما أنا بطارد الذين آمنوا حسن إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون حسن ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم كافي أفلا تذكرون حسن ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا ملك صالح ولا أقول للذين تزدري عينكم لن يؤذيهم الله خيرا جائز الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين طب قال فأكثر تجدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصالحين حسن قال إن إنما يأتيكم به الله إن شاء كافي وما أنتم بمعجزين كافي ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم كافي هو ربكم وإليه ترجعون حسن garis miring tam أم يقولون افترى حسن قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون تم وأنا بريء أنا قنق وأنا بريء مما تجرمون تم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون حسن واصنع الفلك بأعيننا وحي ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون كافي صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واجعله لنا حجة يا